مشاهدين الأعزاء مرحبا بكم، إليكم موجزا لبعض أبرز أخبار هذا اليوم من القدس دوت كوم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول إن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لا يتطلب أكثر من أسبوع في حال صدقت نوايا قادة إسرائيل، وإن الحل يكمن في الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وزراء بارزون في الحكومة الإسرائيلية يؤكدون أنه رغم الضغوط الدولية على الدولة العبرية لمواصلة تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية، فإنها تتجه إلى استئناف البناء مع انتهاء فترة التعليق في شهر أيلول سبتمبر المقبل. إصابة 15 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي بالطائرات لشمال قطاع غزة وجنوبه ليلة أمس. حركة حماس تتهم أجهزة السلطة الأمنية باعتقال 3 من أنصارها في مدينة رام الله. الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد يحث أوباما وميدفيديف على دعم اتفاق مبادلة الوقود النووي. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقول إن بلاده ترفض أن تكون ملعبا للقوى الإقليمية، وإن الذين يتوهمون القدرة على إدارة العراق من الخارج يصطدمون بإرادة وطنية. الحكومة الإسرائيلية تعتزم تعويض المستوطنات في الضفة الغربية عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بها نتيجة قرار تجميد مشاريع البناء الجديدة فيها. خلافات في الكونغرس الأمريكي حول اختيار رئيس جديد للاستخبارات الوطنية الأمريكية. أخيرا في هذا الموجز، فتاة سعودية في ربيعها 18 تنتحر عقب أسبوع واحد فقط من زفافها هربا من حياتها مع زوجها الخمسيني. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.